ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. احلى كومنتات على الفيديو اللي فات، يا احسن متابعين في الدنيا. الفيديو النهاردة تعاون مع 3 يوتيوبر يجننوا، هحط لكم لينك القنوات بتاعتهم في الديسكريبشن بوكس، وهحط لكم كمان لينك الفيديوهات بتاعتهم في اول كومنت. هما الثلاثة ما شاء الله عليهم ناجحين ومستمرين وبيقدموا فيديوهات تجنن، فاحنا قررنا هنعمل فيديوهات مختلفة عن بعض. رباب هتعمل لكم فيديو ازاي تهتموا بنفسكم، ومنال هتعمل لكم فيديو عن انواع المسكرة الدراك ستور، وهدير هتعمل لكم فيديو عن الضوافر وازاي تختاروا لون المونوكير يمشي على اندر تون ايديكم. روحوا شوفوا فيديوهاتهم وقولوا لهم ان انتوا جيتوا من القناه عندي. كمان اهلا وسهلا بكل اللي جايين من قناتهم. الفيديو النهارده عن الروتين اللي بعمله لاسناني وازاي بهتم بيها. انا قبل كده قلت لكم ان انا عندي مشاكل الدنيا كلها في سناني، انا فعلا سناني ضعيفه جدا واسناني بتتكسر بسهوله جدا، يعني لو بس في حاجة ناشفة كلتها هتكسر سناني، فأنا سناني ضعيفة فبهتم بيها زيادة أو بهتم بيها كويس عشان أحاول إن هي متبص أكتر. ولازم تعرفوا إن الأسنان مفيهاش إن حد يفتي أو حد يقول لكم خدوا كذا أو اعملوا كذا، السنان لازم دكتور، لازم دكتور، لأن ألمها صعب ولأن ما هيش حاجة ملموسة، يعني اللي بيوجعنا في السنان بيبقى من جوه، فهي مش حاجة ملموسة والسنان بتسوس وده ممكن يخليها تقع، ويعني مشاكل كبيرة وألمها وحش جدا، أنا مجربة ألمها يعني. فلو عندكم مشاكل في السنان او سنانكم وجعاكم او اي حاجه بالذات في السنان لازم تروحوا لدكتور السنان. ودلوقتي خليني اقول لكم الروتين اللي بعمله لاسناني وانا ازاي اصلا بهتم بيها. اول حاجه لازم كل يوم تغسلوا سنانكم مرتين، مره الصبح ومره بالليل بفرشه ومعجون وغسول. فاحسن فرش انا بستعملها هي فرش اورال بي، الصراحه استعملت كتير غيرهم بس هم احسن فرش، تنقوا منهم النوع اللي يعجبكم، والفرشه لازم تغيروها كل 3 شهور علشان هي هتبوظ وهتنقل لكم البكتيريا تاني في سنانكم. والمعجون هم نوعين بستعملهم، واحد علشان يبيض، واحد علشان انا اسناني حساسه وساعات بتوجعني، فواحد من كريست ده افضل معجون سنان تبيض انا استعملته، وواحد من سنسوداين وده كمان احسن واحد عند سنسوداين للاسنان الحساسه او اللي بتتالم. فانا بستعمل بتاع كريست الصبح وبتاع سنسوداين بالليل. والغسول اللي انصحكم بيه هو الغسول بتاع الاسترين. 3 حاجات دول لازم تغسلوا بيهم يوميا مرتين، مره الصبح ومره بالليل. والغسيل بالفرشه والمعجون لازم يكون اكتر من 30 ثانيه، وكمان الغسيل بالغسول لازم يكون اكتر من 30 ثانيه. ده اللي انا بعمله كل يوم لاسناني. في الاسبوع بقى بستعمل حاجتين، بستعمل بودره سنان ومعجون مبيض، هو مبيض مش معجون سنان. البودره اللي بستعملها للاسنان هي دي بتاعت ايفا، في منها انواع تانية بس اكتر واحدة حبيتها اللي هي الصفرة اللي بالمسواك، حلوة قوي ان هي بتشيل البقع اللي ممكن تسيبها القهوة والنسكافيه، وحتى للي بيشربوا سجاير او المدخنين كمان هي بتشيل البقع اللي بتسيبها السجاير. والباودر دي بتستعملوها ازاي؟ هي بتكون بودرة كده في علبة وبتحطوا فيها الفرشة بتاعت السنان وتغسلوا بيها عادي كأنه معجون. فدي انا بستعملها يوم واحد بس في الاسبوع اللي هو يوم الحد. والمبيض هحط لكم صورته هنا، اللي انا بستعمله النوع ده انا مستمر عليه، بيجي معايا ورقه كده علشان تشوفوا درجه سنانكم وتشوفوا بتغسلوا بيه قد ايه، كم مره في الاسبوع، يا اما مره يا اما 2 يا اما 3. انا بغسل بيه مره واحده اللي هو يوم الاربع علشان سناني ما تصفرش مع الوقت. فده الروتين اليومي والاسبوعي اللي انا بعمله لسناني. كمان لو في مناسبه، عندي مناسبه مثلا وعايزه اسناني بقى تطلع بيضه جدا ومنوره جدا، باخد شويه كركم، كركم بتاع الاكل، وشويه زيت جوز هند العادي، وبقلبهم على بعض لحد ما يكون قوامهم شبه معجون الاسنان، بس تحطوهم في حاجه ازاز مستغنيين عنها، مش حاجه بلاستيك، وتغسلوا بالخلطه دي سنانكو لمده 30 ثانيه
ثانيه وبعدين تسيبوها 5 دقائق وبعدين تغسلوها وتغسلوا كمان بالمعجون العادي بتاعكم. على طول هتشوفوا نتيجه ان اسنانكم بيضت بكتير عن قبل ما تغسلوها او قبل ما تعملوا الوصفه دي. ودلوقتي هقول لكم نصايح سريعه تحافظوا بيها على اسنانكم. فاول نصيحه ما تستعملوش خيط الاسنان ده لانه غلط جدا وبيعور اللثه، فما تستعملوش خيط الاسنان ولا حتى تستعملوا الخيط العادي. في ناس بتعمل كده، بتستعمل الخيط العادي لاسنانها، ده غلط جدا. ما تستعملوش الخيوط دي في اسنانكم ولا الخيط العادي ولا حتى الخيط المخصص للاسنان. حتى لو هتستعملوا اللي هي اعواد الاسنان العاديه الخشب تعملوا بالراحه عشان ما تجرحوش اللثه. تاني حاجه ما تقطعوش حاجه باسنانكم، زي مثلا ما بنقطع اللزق باسناننا او بنفتح الاكياس باسناننا، ما تعملوش كده. وتالت حاجه قللوا من القهوه والنسكافيه والشاي علشان بيصفروا الاسنان. ورابع حاجه ما تشربوش سجاير او ما تدخنوش عامه. وخامس حاجه لما اسنانكم توجعكم ما تاخدوش مسكنات على الفاضي والمليان، تاخدوا بس مسكن لحد ما تروحوا للدكتور، لان كتر المسكنات اصلا غلط وكمان كترها بالذات في السنان غلط. وسادس نصيحه والاخيره، ممكن تاكلوا اللي هو اللبان اللي بيبيض الاسنان. في ماركات عندها لبان بيبيض الاسنان، انا جربته حلو يعني، صحيح مش بيبيض قوي بس حلو، يعني كأنكم بتاكلوا لبان عادي بس بيبيض الاسنان شويه. بس كده، ده كان فيديو النهارده. ما تنسوش احلى كومنتات على الفيديو ده حطها في الفيديو الجاي، ولو عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك، ولو عايزين تشوفوا الفيديوهات اللي هنزلها في القناه بعد كده اعملوا سبسكرايب او اشتراك للقناه. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.